حديث مهم ده خطير لنستمع. سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألته ألا يعني يهلك أمتي بسنة عامة يعني بمجاعة فأعطانيها. إذن الأمة لن تهلك بمجاعة. ليه؟ أبدا. لا ليه؟ ليه؟ لأن الإسلام لم يطبق قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني أموال يعني أغنياء الأمة الإسلامية تكفي الأمة؟ الله أكبر. فعلا؟ سنة 87 ست دول إسلامية من منتجي البترول لو أخرجوا زكاة الركاز وهي 20% من قيمة ما تدره آبار البترول كانت سنة 87 1987 يعني من كم سنة؟ 20 سنة من ما يقرب من 20 سنة كانت 60 مليار دولار في السنة. زكاة الركاز؟ زكاة الركاز فقط. أنا بكلمتك عن زكاة مزارع ولا عروض تجارة ولا أموال مجمدة ولا أرصدة ولا بنايات ولا ذهب ولا شيء. زكاة الركاز فقط. احفظها هذه وليحفظها كل مشاهد ومشاهد. ما جعل الله قوت الفقير إلا في فضل مال الغني. سبحان الله. فما جاع فقير إلا بتخمة غني. نعم. طيب. وسألته ألا يعني يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم. يعني أمة أجنبية تيجي تستبيح بيضة أمة الإسلام وتمحوها فأعطانيها. يعني لن نموت بهذا الذي يحدث ولا بتلك السياسات. لا الأمة قوية. شوف شوف هذا حديث صحيح. هذا حديث في البخاري ومسلم. يعني لن نموت بفعل الكذا وكذا وقوة أو تجمعات أو تكتلات. شوف شوف أبدا. شوف فلسطين دي صورة قوية لهذا الحديث. صحيح. إسرائيل سنة أكثر من 50 عام. إسرائيل من 4 سنوات قتلت سبحان الله من أبنائنا في فلسطين فيما أظن في سنة واحدة ما يقرب من 6000 طفل فلسطيني ولد في نفس العام 20,000. الله أكبر. هم أكثر من 50 عاما ولم يستولوا عليه. لا هذه مسألة. شوف 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 يعني هذه مسألة الله. إيه مسألة توقيت عندما تؤوب الأمة إلى رشدها. عندما تؤوب الأمة إلى رشدها يصغر الله الكبير الذي أمامك الذي تظنه أنت أنه كبير. كما قلت لك في أول حلقة لا نريد أن نكون كجن سليمان نظن أن سليمان ما زال على قيد الحياة. لا جن سليمان ظنوا أن سليمان لسه موجود فضلوا يشتغل وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مثلا. فالنظام العالمي الجديد هو سليمان بعد موته. ولكن ليس سليمان الصالح النبي الرسول. سليمان بعد موته. ونحن لا نريد أن نأخذ الطعم الذي أخذه والتقمه الجن من قبل. أي حضارة غير مرتبطة بالله وبالسماء ومبتوتة الصلة عن الله فثق تماما أنها منهارة قبل أن تبدأ وإن طال الزمن. بارك الله فيك. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. طيب. ألا يسلط عليهم أحدا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. أيوة. وسألته ألا يذيق بعض ألا يلبسهم شيعة ولا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. الله أكبر. يعني ربما يكون ضياع الأمة بالأمة من داخلها من الداخل. الداخل الخارج لا. الخارج لا من الداخل. ولذلك لابد من ترتيب أولويات البيت المسلم، ترتيب أولويات العقل المسلم، ترتيب أولويات جهد الدعاء. لابد من الدعاء يبقى في اجتماعات كبرى للأمة بما نبدأ. الآن فضيلتكم وضعتم يدكم على الخلل. لابد أن من الداخل. لابد أن ليس من الخارج. لا 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 خارج الخارج خارج هذا لهم من الخارج. ما الخارج ما قيمة الخارج. الخارج هذا كل الذي يعمل ضد الإسلام تحت عنوان الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيف. مصيبتي داخلي، مناعتي ضعيفة. عندما أتاني الفيروس الصغير قتلني. نفس قضية التتار أيام ضعف كان في دمشق يقول له قف حتى اذهب الى البيت المعسكر اتي بالسيف لاقتلك فيقف من رعبه. فالهزيمه داخليه. الهزيمه داخليه. لكن في احد اشيع ان الرسول قد مات عليه الصلاه والسلام وقالوا علينا نجاهد. احنا كنا نجاهد عشان فقعدوا. فقال النابهون منهم لنمت على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقام معاذ الامل مره اخرى وانتصروا.
أو وقفوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. تدبروا آيات الله وقفوا عندها واعلموا أن هذا كلام موحى ومحفوظ إلى أن يرث الله الأرض معاه، وهو دستور الأمة، ولما نمشي خلف الدستور ونعود للمنابع بإذن رب العالمين نهتدي سواء السبيل. بارك الله فيكم.